السلام عليكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا لكم. مهاجر جزائري في مقتبل العمر اسمه أمين تاكيشي، ينحدر من الجزائر العاصمة وبالضبط من باب الواد. هو أشهر مهاجر حراك في فرنسا، قصته تصلح لتكون سيناريو لأفلام المغامرات، حيث يحترمه كل من يعرفه بسبب تجربته، حيث تمكن من التسلل إلى 13 دولة أوروبية عبر الحدود وصولا إلى فرنسا في رحلة ميشن مليئة بالمخاطر، مرورا بالغابات الأنهار والمدن استغرقت سنتين ونصف. يقول أمين من خلال هذه الرحلة الطويلة أنه تعلم الكثير من اللغات، مثلا الألمانية، اليونانية، الفرنسية، الإنجليزية والإيطالية، واكتشاف ثقافات كثيرة، واكتسب بجدارة كبيرة لقب الحراق المغامر الذي تمكن من التغلب على كل الصعاب والوصول إلى فرنسا مشيا على الأقدام.